العمل مستمر في مقر مؤسسة مالك العشتر، واحنا هسه برفع رابع عبار. الفين و18 الله تعالى. هذا على راضي يشرف على العمل. تعال زين، بس زين زين هيك ارفع يلا مالك صور يا حبيبي. لا يعني تبع اشوف اللقطه حلوه وش ترجع على باكر تشوف يلا علي استعدنا اوجه باسم باسم اوجه بحبيب، يعني كل ساعه اجي اروح عن 5 دقائق اجي القى لي شغله غلط واقول لهم هاي غلط. هسه صار الساعه 2:30 الصبح، قلت له هنا انا عندك انحراف بال شو اسمه بالزاويه هاي 60، قلت له عندي انحراف ما ارضى باسم حد ما طلع هسه بالعمل. اقطع اقطع.